الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 14 بعد 300، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، يعني يضع يده إلى مرفقه على الأرض ويمدهما بعيدا هكذا، فيكون مرفقه مساوي لرأسه. في الباب حديث واحد، هو 70 بعد 300، أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. صلى الله عليه وسلم يقول: اعتدلوا، توسطوا في السجود، لا يضم أحدكم ذراعيه إلى جنبه هكذا، ولا يبسطه أي لا يمد أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أي كما يمد الكلب ذراعيه. إنما السجود بيكون إيديه عند أذانه أو عند أكتافه، وما يفتحش، لا يجافي بين جنبيه إذا كان يصلي في جماعة. يستفاد من ذلك استحباب الاعتدال في السجود بحيث لا يفترش ولا يقبض، لأنه أبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وكراهية الافتراش لأنه من هيئات الكسالة، والمسلم صاحب همة، هكذا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.